مساء الخير أعزائي المشاهدين في برنامجكم بيور فيت. بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل، هنتكلم عن الطب البيطري وهنعرفكم أهميته. بكون معاكم آية الجيار ودكتور حاتم بهجات مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية كل أربع الساعة 5 على قناة الصحة والجمال للتعرف على خبايا وأسرار عالم الطب البيطري. هبدأ حلقتي بتقرير عن نموذج لتربية مزرعة أرانب. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت والذي يذاع على قناة الصحة والجمال يوم الأربعاء الساعة 5 مساء. إحنا النهاردة بنقدم لكم فيديو لمزرعة إنتاج الأرانب، المزرعة بتاعت الأستاذ مجدي يونس. بنرحب بيه. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. عاوزين حضرتك تكلمنا وتفرجنا برضو على الايه، على انتاج الارانب، وتقول لنا على خبرتك علشان المشاهدين يستفيدوا بيها، وتقول لهم على نصايحك وتوجيهاتك ليهم. يعني تحت امر حضرتك. اتفضل. حضرتك بقالك كام سنه بتربي ارانب؟ انا بربي الارانب من سنه 80 1980. يعني 40 سنه دخلت. 40 سنه. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. طب نشوف بقى الاول وبعدين نتكلم واحنا نشوف. اتفضل. اتفضل. يعني ده مثلا نوع الارانب دي ايه؟ دي فلاين. فلاين؟ يعني سلاله معجين بقى من سلاله عجين. نتجت مثلا من نيوزيلندي والفلاندر والحاجات دي. المهم المهم دي بقى اوزانها بتوصل كام؟ بتوصل الام دي؟ دي ام طبعا. دي ام يعني في بقى لها سنتين مثلا ولا كده؟ لا، ما عندي ما بتكلم يعني بقى دايما ان انا بجدد، يعني بجدد على طول. ولكن طب اللي فوق ده مثلا ده بابيوم، وديت حضرتك الفلاين. بس انا ملاحظ بس عشان برضو ايه حكايه الانواع، يعني شايف هنا الودان سمرا. دي متهجنة على كاليفورنيا. ودي ايوه ده الفلاين. ده الفلاين ده بنرجع بقى تاني للايه، زي النيوزيلندي اللي احنا زي النيوزيلندي. يبقى انا هنا دلوقتي بيهمنا كاليفورنيا. كاليفورنيا اساسا ده كان امريكي اساسا، سلاله امريكيه كاليفورنيا. طيب وده بقى اللون ده ايه؟ ده البابيوم. البابيوم في بقى في منه اسمر وفي منه على بني. طب ما ده بقى ديت حضرتك سلاله مشتور. سلاله مشتور دي اللي هي الفلاين الاسباني، تجن على الجبل المصري. يعني مشتور ايه، الكليه اللي عاملاها ولا الناس بره؟ لا، كليه. يعني دكتور اسامه بقى الجرح. خلينا اتفضل. انا قلت كده عايزينهم، هم دول ايه بقى؟ ده دولت حضرتك دولت. لا، اناث. دولت اناث. في دولت تقريبا عندهم 3 شهور. علشان تبقى الانثى يقدر التخصيب كده على اذنك لازم يكون 5 شهور او 6 شهور. 5 شهور. او 6 شهور. دول بيحجزهم سلالات. دي عمرها قد ايه بقى؟ دي حضرتك سن شهرين. دي شهرين؟ هجيب لك سلاله ثانيه اللي هي سن 5 شهور. انا بقى انا متهيألي بقى استاذ مجدي ده البوبيون اهو اللي هو ايوه الاصلي بقى زي الكتاب ما بيقول يعني، ولا برضه التعجين النقط السوداء قلت برضه. بص يا باشا. دي ام في سن ال5 شهور. لو حضرتك بنجسها بعد 12 يوم من تلقيحها. تمام. التزاوج بتاعها. تمام. لو جسها زي بقى كده، هات الكاميرا خليها عمود عليك على كل بس. دي حضرتك يعني عشرة. اتفضل. تبقى هنا ما بين الفخذين من ورا.
يعني ده 12 يوم. الاجنه حجمها كبير شويه، تبقى حضرتك في حب في حجم حبات الفول، حبات الفول وطريه. بنفرق ما بينها وما بين البراز بتاعها انه دوكا بيبقى قد حبات البنسله جامده وما بيكبرش وما بيزيدش مع الجنه. البراز ثابت انما الاجنه بتكبر، وطريه عشان ايه؟ الاسود ده ايه بقى؟ لا الاسود ده ريكس. ريكس ايوه ده بقى ايه؟ خلاص زي الكتاب ما بيقول فعلا ريكس اسود. ريكس يعني اسود لميع. بس انت انت بقى كده بتزوج ذكر اسود مع انثى سودا اللي هو ريكس. لا ما انا هقول لحضرتك. لا لا انت لا انا ماشي هنا بسجلات. أيوة. كل ام لا سيفي عنها. كويس. نوعها اتلقحت من عين ذكر اتلقحت انت. ما عندكش مانع بقى انك بتهجن يعني بتهجن. بهجن ده في اللحم. اللحمة. انما بالنسبه للذكور يعني ما ينفعش ان انا اجوز واحده من ابوها او من اختها او لا من نوعيتها. ايوه بتعمل زواج اباعد مش اقارب علشان النسل ما يضعفش عندي وبيحصل لي مشاكل في الاجنه كمان. تمام. بقول لك بقى البيبيون كان هو بقى اللون ده، بس كان الاسود كان فيه اكتر. كان بيبقى فيه اكتر. قل لما تزوج كتير مع ابوها اللي هو الاسلامي فقل بقى فايه؟ اقتصرت على ايه؟ نقطة سودة في ده بالنسبة للسلالات. انا بعمل خط اسمه خط السلالات. خط السلالات. اعمار. سن شهرين، سن ثلاثة، سن أربعة، سن خمسة. السجلات بقى. انما بالنسبة للحم يبقى عندي في بطارية تانية. لو ده واحد زي ده كده ممكن يوصل 4 كيلو، يعدي 4 كيلو مثلا. في عمر 16 واحد. شوف اللي جات الميه دي كده يا حاج، صور الميه دي كده. هو بيشرب الميه من النبل اهو، في ماسوره هي وفيها نبل كده بسوسته، هو بيسقاها بتنزل له نقطه ميه. ان المربي يعرفها في الفطام بالذات. الفطام بالذات ايه يا رب؟ اول ما باجي افطم بيبقى الارنب عامل زي الطفل الصغير. ايوه التحول بقى من اللبن لل هو كان مع امه بيشرب لبن وبياكل علف. تمام. اما باجي افطمه ما ينفعش ان انا اديله اكل كتير كتير، بديله حبابي اكل، ويستحسن ان انا اصومه على الاقل 12 ساعه. اصومه عن الاكل خالص 12 ساعه. وبعدين اديله ادويه للانتفاخ لمده 5 ايام. وبعدين ابدا كل يوم ازود له الاكل شويه شويه. تمام. طب احنا دلوقتي في ديور فيت بنحاول نقدم الارنب كايه؟ كحيوان اليف. غير الانتاج بقى وكده، يعني مثلا انا بقول ايه؟ بدل ما الطفل يجيب قطه وفي البيت ومش عارف ايه وتقعد تتحرك في البيت، انا عاوز احط له ارنب في قفص كده بيتعود ياكله وكلام من ده. ايوه. هو حيوان وديع. ايه رايك توافق على الفكره دي؟ يا ريت. طب انا دلوقتي هوريك في العربيه بتاعتي في قفص انا عامله مخصوص كده. له شياله وكده. طب هل انت تحب تدي البرنامج دي مثلا 72 ولا حاجه؟ عمال يا فندم تحت امرك. ماشي تحت كده يعني. انا يا فندم انا تحت امرك. انا عاوز نفتح الناس نفس الناس، لان انا بنتي لو خدت لها ارنب في البيت بنتي في سنه اولى ابتدائي انفصلت منه قوي. ايوه ماشي. في واحد بقى مات من الايمان يعني عشان ما كناش مجهزين له حاجه. تخيل قعدت تبكي عليه وتصحح هو تقول له قوم يا راجل طب ندفنه شغاله في القران. والله لا حصل. فالعيال متعودين قلت لك ده بيفرح لما يديله اكل وكلام من ده ولا عود ترسيم ولا كده. فشفنا بقى اتنين صغيرين كده شكلهم حلو كده. الله يخليك. لا لا ورجعنا لكم مرة تانية. معايا النهاردة شاعرة بنوتة صغيرة 20 سنة. الغريب بقى ان البنوتة دي برغم انها كلية طب بيطري الا انها شاعرة وبتحب الشعر. نرحب بضيفتي اسراء. ازيك يا اسراء؟ عاملة ايه؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله كويس. قوليلي بقى يا اسراء، بس قبل ما نتكلم عن الشعر نرحب بالدكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ انا الحمد لله. الحمد لله. يا اسراء رضا جودة محمد ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا.
قولي لي يا اسراء، ايه علاقه الشعر بالطب البيطري؟ حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. ما لهمش علاقه ببعض تماما. يعني الشعر ملوش اي علاقه بالطب البيطري. انا بكتب شعر من زمان وانا صغيره. بس طب ليه ما دخلتيش كليه في المجال اللي انت موهوبه فيه؟ لا، هو انا ابتديت ان انا من زمان بكتب شعر، بس ايام بقى الثانويه العامه عايزه ادخل طب كارير والكيان. بس لما دخلت يعني الطب البيطري كنت الاول مش حباها، بس بعد كده الحمد لله حبيتها. حاولت ان انا اوفق بين الكليه وبين ان انا الشعر اللي انا بكتبه، لقيت الكليه صعبه، فحاولت بقدر الامكان في وقت الفراغ ان انا اكتب او يعني احاول اقرا كتب او احاول انمي الموهبه. ايد عندك يا دكتور، الطب البيطري كليه صعبه. ايد عندك. ما معروف، بس جايبه امتياز تشريح ما شاء الله. ناتو معشقه ناتو طبعا. الاربع ترمات ايه ما شاء الله. كمل. فالكليات عموما ملهاش اي علاقه بالموهبه، بس خلينا نقول ان المؤهل العلمي بيساعد ان بيثقل الموهبه شويه. طب وانت في دراستك بتقدري توفقي بين الدراسه والشعر وبتستمري فيه؟ ما بتقفيش؟ لا، ما بقفش خالص. انا ساعات بكتب في المحاضره، ساعات بكتب وانا في المواصلات، ساعات بكتب وانا بذاكر. مش بيبقى عندي اي وقت معين يعني ان انا اكتب فيه. بس ممكن نقول ان الكليه شغلاني كتير، ان انا احضر ندوات او صالونات او الندوات اللي هي ثقافيه اللي انا ببقى نفسي احضرها. في الجامعه عندكم يا دكتور ندوات؟ طبعا. في ساعات في ندوات ثقافيه، صالون ثقافي، حفلات. بحاول ان انا يعني اشارك في كل النشاطات دي. تمام. قولي لي بقى يا اسراء، الموهبه اللي عندك دي بتبقى لما بتيجي تعملي شعر، يعني بتلقي شعر، بتبقي وليده اللحظه ولا بيبقى ازاي؟ لما باجي اكتب شعر، ما قلت لحضرتك ساعات بكتب في المحاضره وانا قاعده، ساعات بكتب وانا بذاكر. ملوش اي وقت محدد عندي يعني، بس لما الالهام بيجي بكتب على طول. انا سمعت ان انت محضره لنا شعر عن الطب البيطري لبرنامج بيورفيت. طبعا الكليه بتاعتي طبعا جميله جدا، فحبيت ان انا اكتب قصيده توثق شعوري بيها يعني. قولي قبل ما تقولي بقى خدي دي. ماشي. فكتبت قصيده عن الطب البيطري اسمها بيطري الانسانيه. تمام. بقول: خبر عاجل، نقص البياطرة في مصر يخلق أزمة. فازاي بقى بتقولوا إننا ملناش لازمة؟ من غيرنا تاكلوا ازاي لحمة مضمونة؟ من غيرنا تكتشفوا ازاي فيروس كورونا؟ احنا دكاترة الإنسانية، من فضلكوا اسمعونا. قرينا في القرآن: الرفق بالحيوان، وعشان تكون إنسان لابد تتعلم. يكفينا فخر إننا بنعالج حيوان بيتألم من غير ما نسمع شكوته. قد ايه صعبة أنته، فبلاش تكون قاسي غليظ وعديم القلب. في واحد دخل الجنة بسبب انه ساق كلب. خليك زي سيدنا النبي وخلي كلامك خفيف، وارجو ما تستعفاش على حيوان ضعيف. تعالوا نفترض ان وجودنا ملوش قيمة، وننفي كل البياطرة مع انها جريمة. ازاي هتقدر تعيش من غير قلبان سليمة؟ ازاي في عز الشتاء هتتدفى من غير صوف؟ ازاي في يوم العيد هتضحي من غير خروف؟ ولو مرضت الخيول او صابها اي داء، مين يكسب السباق؟ وانت يا حضرة الظابط، لو ماتت الكلاب، مين يشمشم على الجريمة؟ مين يوقف الخراب؟ يا سعادة الفلاح، لو ماتت البهايم هتبقى كمطير من غير جناح. الله. ايها الموظف الغلبان، هتفسح فين العيال لو غابت حديقة الحيوان؟ يا حضرة الطبيب، منين هتجيب انسولين لما تكون تعبان؟ ياللي بتستهزأ بينا، هتبقى مبسوط وانت بتاكل الكبده هوهو؟ يعني عرفت ليه وجودي نفعك ونفعني؟ وان بصحة الحيوان مشاكل صحتنا محلولة، بيطري عليا فوق ومهنتي الاولى. مجرد بس تخيلتوا غيابنا دخلتوا في مفارق، ياريت تكونوا عرفتوا ليه وجودنا فارق. ربك مقسم الأرزاق وحطتنا في حلقة متكاملة، ده في سورة في القرآن بتتكلم عن النملة وإزاي بسبب هدهد أسلمت بلقيس. جرب تشتري حيوان وشوفه غالي ولا رخيص. يا طالب سنة أولى، اوعى تتكسف منها، ارفع راسك وخليك جريء. صحيح ما اخترتهاش واللي جابني التنسيق، لكن لو رجع الزمن هختارها. لما وقفت هنا عرفت أقدرها. المواد مش سهلة، تشريح، فيسيولوجي، جراحة، بطنة، ولادة، لكن بيطري ولادة، واحنا قدها وقدود، بيطري بتطلع أسود. صحيح الامتحانات، صحيح بنتعب من الامتحانات، بس لما بنفتكر اننا هنبقى مسؤولين عن روح
كل التعب بيروح. دي ألطف مخلوقات الله، ربك ميزنا عنهم بس بالعقل، فيما عدا ذلك احنا متساويين. تقدر تنكر انهم زينا بيسبحوا برب العالمين؟ بحمد ربنا انه جعلني سبب اخد بايديها، فبلاش تقللوا من مهنة انتوا صعب تقوموا بيها، وعشان انتوا ترتاحوا احنا بننحت في الصخر. ايوة دكتورة بهايم، وبقولها بكل فخر. برافو برافو برافو، حلوة جدا وانا فخورة بيكي جدا، وانا حبيت الطب البيطري منك جدا 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 والله. لا بجد انا مش بجاملك، انا يعني يمكن انا اول مرة اسمعها منك، بس هي بجد هي حلوه. اول مره تتقال اكسكلوزيف على اسمك، عمري ما قلتها فعلا. طب قولي لي يا اسراء، تعقيب يا ايه بعد اذنك بس عشان كده، ففي بيتين كده لما انا عجبني الكلام قلتهم بقى، اتاثرت بموهبتها، قلت بقى ايه، بيطري دي شرف لكل ولد لكل بنت، بيطري دي شرف لكل ولد لكل بنت، وعلشان كده دكتور حاتم عمل لكم بيورفيت. الله. قولي لي يا اسراء، انت قلت لي جمله دلوقتي في نهايه القصيده لفتت نظري، قلتي دكتوره بهايم، هو انتوا دايما يتقال لكم الكلمه دي؟ طب ده احنا ما بتقلناش غير الجمله دي. بتزعلكم قوي يعني؟ هي زمان الاول سنه اولى طبعا كانت بتزعل، وازاي وانا مش دكتوره بهايم، كنت بتضايق واخدها على اعصابي، بس بجد لما طلعت سنه ثانيه ولما طلعت سنه ثالثه الكليه منظورها غير الناس شايفاه خالص. صح. يعني بجد الكليه فيها حاجات جميله جدا، زي ما انا حتى ذكرت في القصيده بوينتس كده، مش كله يعني بتدخل ان احنا نعرف اللحمه دي مضمونه ولا مش مضمونه. غير كده انت قلتي حاجه برضو جميله جدا، قلتي انا بنقذ روح، الروح دي طبعاً ما بتقدرش تتالم، ما بتقدرش تقول انا تعبانه، ما بتقدرش تقول انا عطشانه، ما حدش عارف مشاعرها، فانت بتنقذيها يعني، يعني انت بتعملي اجمل حاجه في الدنيا، يعني عمل الانسان ثواب طبعا، وربنا طبعاً يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع تاني مع اسراء ودكتور حاتم بهجات. رجعنا لكم تاني مع الموهبة الشابة الجميلة إسراء ودكتور حاتم. قولي لي يا إسراء، هي الموهبة بتبقى وراثة؟ هو مش دايما، بس فعلا أنا الموهبة عندي وراثة من بابا، كان بيكتب زمان بس هو دلوقتي طبعا شغل في الحياة وفي الشغل فما بقاش يكتب، فأنا بقيت أكتب يعني، حتى بقرأ الحاجات اللي كان بيكتبها زمان ومحتفظة بيها لحد دلوقتي، وبقعد أقرأ منها. ودلوقتي بقى هو طبعا اتشغل في مشغوليات الحياه وانا بكمل. طيب سيبنا بقى من الطب البيطري، ما ينفعش يبقى معايا شعاره وما استغلهاش. انا سمعت ان انت عامله قصيده عن الحب من طرف واحد. ايوه. وبان بقى احنا بنات زي بعض، معلش يا دكتور حاتم. في بنات كتيره مجروحه طبعا هتسمع القصيده دي، كلميني بقى، كنت عامله قصيده للحب من طرف واحد، هو مبدئيا اصعب حاجه في الدنيا طبعا الحب من طرف واحد. انا عايزه اسمع القصيده بس حاولي ما تخلينيش اعيط. اتفضلي. القصيده بحبها جدا، وكل ما اروح مكان يعني دايما تطلب مني القصيده دي، اسمها طرف ثالث. بقول الحب من طرف واحد جمله بتقبض القلوب، لو سالوني بتحبي مين بفضل اتوه واخلق مليون سكه هروب، لان الجواب عذاب ونفسي عنك اتوب، بس زي ما بيقولوا كده مقدر ومكتوب. الحب ده فعلا مش بايدينا، زيه زي طباعنا واسامينا، ملناش فيه رفاهيه الاختيار ولا حتى عارفين اختيارنا هيودي الجنه ولا النار. وانا فجاه لقيتني حبيتك برغم اني عارفه اني مش ليك، والغريبه كمان اني عذراك لانه لا بايدي ولا بايديك، نفس القصة المعتادة، بحبك وانت ما بتحبنيش، واكيد لغيري بتعيش وغيري ليها حبيب غيرها في قلبه مفيش، براقبك من قريب ومن بعيد واشوفك وانت بتحب جديد، ووجعي جوايا يزيد
ما هي دي الاصول والتقاليد. مجتمعنا قال ان البنت ما ينفعش تبدا بالوداد، بس عادي، بس عادي تعيش في وجع وبعاد، وشيء طبيعي قلبها اتباع في اقرب مزاد. نفسي اقول لك، نفسي اقول لك بس واخدان الكرامه. شكلي كده هفضل طرف تالت في القصه دي اللي اسمها الدوامه، ومش هعترف بحبي ليك لحد ما تقوم القيامه. بتحبها؟ اه بتحبها، بتحبها وتيجي تحكي لي عنها، توصف روحها وشكلها وقد ايه حلو اسمها، وانا اسمعك ووجعي واصل للمنتهى. اقول لنفسي فوقي وانسي، كل واحد ليه حياه، ومفيش حب بالاكراه هو اللي خلق فيك قلب، خلقش غير هواه، ده الحب من طرف واحد اقصى درجات المعاناه. كل لما خلاص اقرر اسمع لعقلي، لقيك بتناديني وبتلجألي، تحكي لي ان القصه ما كملتش، وتبكي وتبقى متاثر، واقول معقول كل ده ولسه ما حسيتش، ده انا قلبي خلاص اتكسر. شوف مين فينا بيطول بينا المسافات ومين بيقصر، وانا هطبطب واقول معلش، ما كانوش بيحبوك وكل واحده فيهم بميت وش، ما تزعلش، بكره هتقابل اللي تصونا، ما تعرفش تعيش من دونك، ومين عالم ممكن تكون قدامك وما تعرفهاش، ويجوز تكون نسيها، بس هي ما بتنساش، اكيد جواها حاجات ماتت ومعاك مكتوب لها تتعاش. وعلى ايدي تنساهم، تمر الايام وتيجي بكل برود تحكي لي تاني في قصة غرام، وانا مليت وجع وسكوت، شايف انه حرام؟ وانت يا ابني مجنون، مش شايفني انفع في مكان غير الفرنزون؟ ده انا اكتر واحده بتفهمك من غير ما تتكلم، ده انا اكتر واحده بتحس بيك من مجرد ما تسلم، ده انا لما بلقى دموع في عينيك اكتر منك بتألم. انا برضو انسانه عندي كرامه، ومش هقبل اعيش سد خانه، انا همشي، انا همشي، مش هحاسبك على مشاعر جوانا، انت مش حاسس بيا وانا لسه جبانه، انا سلمت انه لا بايدك ولا بايديا، وانت ما حسيتش بيا سنين فاتت ولا هتحس سنين جايه، مهما قلنا ولا عدنا دي النهايه المنطقيه، انا احبك وهو يحبني وانت تحبها هي، نفس الدايره المقفوله، بحبك اه لكن القصه حكمت وقالت انا مهما كنت جنبك هفضل في حياتك طرف تالت. برافو اسراء، وايه رايكم بقى نروح لفاصل ونعيط فيه ونرجع تاني عشان قلبي وجعني. رجعنا مره تانيه، وحابه ارحب بضيفي دكتور علاء الدين حسين، عميد كليه الطب البيطري جامعه السادات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذه ايه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، سعيده بوجودك النهارده. شرف لينا يا فندم. قول لي بقى يا دكتور، ايه دور كليه الطب البيطري جامعه السادات في محافظه المنوفيه؟ هي طبعا الكليه عندنا كليه عريقه بقالها 25 سنه، طبعا بتخدم محافظة المنوفية والطريق الصحراوي من أول السادات كده لحد اسكندرية، مجموعة المزارع سواء مزارع الألبان، مزارع الدواجن، المصانع، مصانع الأدوية، مصانع اللقاحات. عندنا طبعا الكلية معتمدة من قبل الهيئة القومية للاعتماد، عندنا معامل معتمدة، عندنا أربع معامل معتمدة من قبل الهيئة القومية للاعتماد، معمل فريد من نوعه لتشخيص السعار على مستوى الشرق الأوسط، عندنا معمل كيمياء ابحاث الدم، عندنا معمل تحليل الاعلاف، وعندنا كمان معمل جديد ان شاء الله هيعتمد في خلال شهر كده لصحه وسلامه الغذاء. ده غير طبعا المعامل بقيه الاقسام سواء الفيرولوجي سواء الميكروبيولوجي، وان شاء الله في امل ناخد معامل معتمده ثانيه ان شاء الله كمان. تمام. في مستشفى بيطري؟ تمام، انا سمعت ان في مستشفى بيطري في الجامعه. الحقيقه عندنا مركز الخدمه العامه في الكليه، مركز الخدمة العامة بيخدم مدينة السادات، ده غير المستشفى البيطري لكل الحالات اللي ممكن تيجي للكلية يعني. تمام. قول لي بقى يا دكتور، ايه الجديد في كلية الطب البيطري جامعة السادات؟ بص حضرتك، احنا عندنا الكلية الطالب عندنا هو الأساس عندنا. الطالب بنعده إن شاء الله الجيل الجديد. برامج مميزة إن شاء الله من أول الترم الجاي هيبقى عندنا برامج صحة وسلامة الغذاء. الطب البيطري السكوب بتاعه كبير جدا، فبالتالي هيبقى في تخصص، اللي عايز يتخصص في صحه وسلامه الغذاء
اللي عايز يتخصص في الحيوانات الأليفة، اللي عايز يتخصص بعد كده في الاستزراع السمكي، ده حاجة جديدة إن شاء الله هنتقدم بيها، طب الاستزراع السمكي. مصر إن شاء الله دولة واعدة، فيبقى ليها مستقبل في تصدير الأسماك والاستزراع السمكي وهكذا، يبقى في برامج مميزة كل طالب يختار المجال اللي عايز يتخصص فيه. يعني الحاجات دي موجودة يا دكتور حاتم عندكم في الجامعة برضو؟ موجود، احنا عندنا من 2006 اللي هو صحة وسلامة الغذاء، البرنامج المميز ده هو تميز صحة وسلامة الغذاء، وعندنا برنامج تاني اللي هو الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية، وبرنامج تالت اللي هو الحيوانات الأليفة، دول شغالين بالفعل. تمام. والموافقه جت على طب الاحياء المائيه، طب أيوة. الاحياء المائيه اللي أيوة. الاسماك والجمبري وخلافه، بس لسه ما كانش فيه تسجيلات، ممكن تبدا تسجيلات في الترم الثاني ده. فيا ريت بقى لو في مشاريع يبقى حاجات مش مسجله، يعني عشان يبقى تكامل بقى. احنا ان شاء الله متقدمين بحوالي، الطلبه يقولوا عندنا ولا عندكم، يبقى عندكم حاجات جديده مثلا. طب الجمال مثلا عشان المنطقه الصحراويه. طب الجمال الحقيقه من الحاجات اللي ان شاء الله هنتقدم بيها. طب الخيول ان شاء الله من الحاجات اللي برضو ان شاء الله هنتقدم فيها باذن الله. ففي حوالي 10 برامج بنعدهم، بيبقى الكليه يبقى فيها برامج متميزه، كل طالب يختار المجال اللي هو عايز يتخصص فيه. يعني في محافظه عندنا مثلا مشهوره بموضوع الخيول، انا كنت بسمع ان في الشرقيه دايما مهرجان خيول وحاجات كده شغل فيها كويس. يعني حضرتك مصر من الدول اللي هي الخيول العربيه الاصيله فيها متميزه جدا، ودلوقتي اترفعت الحظر على تصدير الخيول العربيه، بنتصدر الخيول العربية سواء لألمانيا، من أكتر الدول بتصدر لها خيول دلوقتي الدول العربية، فمصر دولة أصيلة في الخيول العربية. يعني ومحطة الزهراء للخيول العربية موجودة طبعا، و محطة الزهراء معروف، والسجلات وكده، وأسعارها غالية جدا. عايزين يا دكتور مرة حلقة عن خيول بقى من فضلك. بقى دكتور مفيش مشكلة، ماشي. الخيول العربية اللي في مصر الحقيقة الخيل بتاعها النسب يوصل للخيل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تلاقي حضرتك كده النسب بتاعه لحد الخيل من 1000 سنة بعد كده. مظبوط. دكتور بالنسبه للقوافي في، علشان طبعا حضرتك الكليه في وسط منطقه فيها اراضي مستطلعه كتير ومزارع كتير، والمزارع حواليكوا بتتميز ان طبعا ما فيهاش اوبئه كتير زي الدلتا والوادي، فهل الكليه لها خطه منظمه لتغطيه المزارع دي وتدريب الطلاب؟ بص حضرتك دكتور حاتم، طبعا الكليه عندنا متميزه جدا في خدمه البيئه والمجتمع، يوميا كل يوم خميس، يعني اسبوعيا كل يوم خميس في قافله بتطلع لقريه من القرى بتاعه المحافظه، والحقيقه الاهالي الطلاب. من الطلاب احنا عندنا الطالب عشان يجتاز وياخد بكالوريوس الطب البيطري لابد ان يكون قضى حوالي 12 اسبوع، كل اسبوع لازم يطلع قافله، ده مشترطات عشان خاطر يبقى ياخد البكالوريوس الطب البيطري. والحقيقه الاهالي بتبقى مرحبه جدا بالقوافل البيطريه ديت كده، لان بتبقى فيها كل التخصصات بتاعه الطب البيطري، الولاده والجراحه والبطنه والمعديه والامراض الدواجن، فبتبقى حاجه متميزه وطبعا بتبقى مجانيه. مهم الأدوية جدا فيها مهم طبعا جدا ان احنا نقعد مع الفلاح ونفهمه ونقول له ده بيتعمل ازاي ونعالج الحيوانات. دكتور بالنسبه للقوافل اللي بتروح للقرى بتقوم بيها كل الطب البيطري، مش بين الكوم برضه جامعه المنوفيه، ولكن انا اقصد اللي هو بقى الحاجه اللي هتبان في كميه الانتاج بتاعنا اللي هي المشاريع، والمشاريع موجوده طبعا على الصحراوي كتير حواليك، هو ده اللي اقصده. يعني ايه التميز كليه الطب البيطري مدينه السادات عن كليه الطب البيطري شبين الكوم؟ هما الاثنين في جامعه المنوفيه، دي تروحوا القرى ما فيش مشكله، ومديريه الطب البيطري بتغطي برضو الوحدات، انما انا يهمني المشاريع الانتاجيه اللي هي هتزود البروتين الحيواني اللي هو هدف من اهداف بيور فيت. انا بس اقول لحضرتك حاجه يا دكتور حاتم، انت عارف حضرتك مصر زي اي دوله في الدنيا فيها نصها حضر ونصها ريف. تمام. اي دوله كده، وبعد كده تلاقي حضرتك كده انه الريف ده هو الجذور بتاعت اي حد فينا، يقول لك اصلك فين، الجذور بتاعتك فين. الحاجه الجميله بقى انه الريف ده هو اللي بيطلع الدكاتره وبيطلع المهندسين. احنا كنا في شرم الشيخ في المؤتمر بتاع الكليه، فكان مدير الفندق بنتعرف عليه، فطلع من محافظه المنوفيه، فبيقول لي محافظه المنوفيه دي معروفه عندنا اللي عنده 8 قراريط وجاموسه لازم أن البيت ده يطلع منه دكتور ومستشار ومهندس، فده الاصل بتاع مصر يعني. فطبعا حضرتك زي ما بتقول كده ان القرى دي لما بنروح لهم بالقوافل الاساس عندهم بيرحبوا جدا يعني. اكيد اكيد. طب دكتور بخصوص فيروس الكورونا وبخصوص تخصص حضرتك استاذ في المناعه، فتدي نصايح للناس ايه او لابنائنا اللي في الصين ايه؟ بص حضرتك، هو طبعا فيروس كورونا هو حتى التصنيف بتاعه تبع منظمه الصحه العالميه مسمينه فيروس كورونا الجديد، لان هو زارنا قبل كده في سنه 2002 كورونا اللي هو زارنا؟ كان ما هو نفس العيله ديت. سنه 2002 كان سارس،
وبعد كده 2012 اللي هو متلازمة الشرق الأوسط، 2019 اللي هو كورونا الجديد دوت، ده نشأ من سوق في الصين اللي هو ووهان دوت، وقال إن الأصل بتاعه من الخفافيش، ابتدى يتنقل، حصل تحور في الجينات بتاعة الفيروس، يقدر يكتسب اي فيروس عشان يخش الخليه لازم يلاقي بوابه تفتح له الباب عشان يخش الخليه دي كده. فعشان كده ما تيجي تقول انفلونزا الطيور يبقى الاصل فيها بتيجي للطيور، انفلونزا الخنازير يبقى الاصل فيها يعني بتيجي للخنازير. يعني هو لسه ما يعني احنا طبعا مش ما تعملوش تحصين لسه، ولكن دلوقتي بخصوص المناعه نقوي مناعتنا ازاي عشان ايه ما نخافش قوي؟ هو ما فيش داعي للخوف خالص، ما فيش داعي للخوف خالص. احنا عندنا نسبه الوفيات، عندنا اي وباء عندنا يهمنا نسبه الوفيات ونسبه الانتشار، الوفيات بتاعته لا تتعدى 2%. يبقى اذا ما نخافش خالص. الانتشار بنتكلم في انه نبعد عن الزحام ونبعد عن الاماكن المزدحمه. الموضوع ده عايز حلقات وحلقات، لكن للاسف وقت حلقتي انتهى. حابه اشكر دكتور علاء، وان شاء الله نشوفك في حلقات تانية. شكرا شكرا دكتور حاتم، شكرا مشاهدينا، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.